دي كانت بكام؟ دي كانت بتعمل 7500، النهارده التلاجة دي ب 10000. ب 10000 جنيه. على كده 13000. دي نفس النظام نظام التلاجة، دي كانت بتنباع بكام؟ ب 7500. النهارده التلاجة دي بكام؟ ب 10500. طب دلوقتي اللي عنده بنتين واللي عنده 3 و4 جوزهم ازاي؟ Took to the streets demanding higher pensions and better salaries in the face of higher inflation in September. But the good news is inflation is starting to slow down. تمر الأمة اليوم بحالة من الضنك الشديد والعسير في أمور كثيرة مثل الغلاء والوباء وأشد أنواع الابتلاءات. فمن رحمة الله على عباده أنه يبتليهم ليطهرهم من كثرة ذنوبهم، ولولا أن من الله على هذه الأمة بالابتلاءات لهلكنا كما هلكت الأمم التي سبقتنا بالعذاب في الدنيا والعياذ بالله. ولذلك خص الله الأمة بالابتلاءات الشديدة لكي يطهرهم من ذنوبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وهنا جاءتني خاطرة تقول: ماذا لو من الله علينا بالمال الكثير والوفير ورزقنا حتى امتلأ بيت مال المسلمين مالا وذهبا، هل سنبقى على ديننا؟ هل سنتذكر الآخرة؟ هل سنصبر على بلاء من ابتلاءات الدنيا؟ أم سنسقط والعياذ بالله؟ فلنلقي هذا التساؤل على دول الغرب، فالدول الغربية الآن لا تحتاج المال من أجل السعادة، فهم مشهورون بمقولة المال لا يشتري السعادة، وذلك لأن بلادهم توفر لهم كل ما تشتهيه الأنفس، فترى الأسر لا تحتاج إلى تكاليف باهظة الثمن لبناء بيت، وترى الشاب لا يحتاج إلى أموال طائلة للدخول في أحسن الجامعات، بل ترى التيسير في كل شيء. ولكن ماذا فعلت بهم الأموال؟ وصل بهم الأمر إلى شدة من الملل والخنقة في حياتهم، لأنهم قد أباحوا كل شيء، والنفس إن لم يكن لا رادع يرضعها عن كل شيء هلكت. فما بالك بأن جميع الشهوات واللذات أمامهم مجانا، حتى وصل بهن الأمر إلى التعري والتفاهات وأمور عديدة كانتشار الزنا والفوضى والجرائم والقتل والاغتصاب وغيرها من الأمور. بل من شدة توفر كل شيء عندهم أصابهم الهوس، حتى صار الواحد فيهم والعياذ بالله يجامع الحيوانات أعزكم الله، وانتشر الشذوذ وغيرها من الأمور. فمن رحمة الله بالأمة الإسلامية أنه بعلمه بهذه الفترة التي تمر بها البلاد العربية، لو بسط لهم في الرزق سيستحلون الحرام وسيظلون في حالة من التيه الشديد من شدة استحلال الذنوب وانتهاك حرمات الله. فسبحان الله، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فقد يصبح ابتلاء الله سبحانه وتعالى لك أو للأمة من غلاء وشدة في العيش رحمة من الله، خوفا من أن تقع في المهلكات، وحفظا لك من أن تخسر حياة الآخرة. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة اليوم لكي يخرج لنا منها رجالا كما قال تعالى: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وخوفا من أن يأتي يوم يقال لك فيه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكي تخرج الأمة من هذا الكهف المظلم، علينا جميعا أن نقف يدا بيد لكي نرجع إلى دين الله عز وجل. وها قد هل شهر شعبان وشهر رمضان قادم إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغكم رمضان سالمين غانمين بكل خير، فعليكم أن تغتنموا هذه الأيام ففيها الخير كله بإذن الله. لا تنسوا أن تشاركوا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.